لنت قناة الجزيرة القطرية مساء اليوم الأربعاء استشهاد عدد من أفراد عائلة مراسلها في غزة وإلى الدحدوح بقصف إسرائيلي وسط القطاع. وقالت القناة إن أفراد عائلة وائل الدحدوح الذي استشهدوا هم زوجته وابنه وابنته بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقال الدحدوح في تصريح بعد الحادثة إن القصف الإسرائيلي استهدف عائلتي في منطقة تبعد عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاءه. واستهدف القصف عائلة الدحدوح وعائلة العوض بجنوب وادي غزة وهي ضمن المناطق التي طلب الاحتلال من السكان التوجه إليها، إذ أشارت وسائل إعلامية إلى مقتل 19 صحفياً على الأقل منذ بداية الحرب على القطاع. وأظهرت مقاطع نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الصحفي وائل الدحدوح وهو يحمل ابنته الصغيرة التي لم تستثنها آلة الحرب، كما أظهرت صورة أخرى الدحدوح وقد بدا منهاراً وهو يودع ابنه الذي قتل أيضاً خلال القصف. وأشار الدحدوح إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف عائلتي في منطقة بعيدة عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاءه. وأظهرت مقاطع فيديو مختلفة صدمة المراسل الصحفي وائل الدحدوح عند رؤية جثمان نجله قائلاً بينتقم منا في الولد، إنا لله وإنا إليه راجعون. وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام والمقربون من الدحدوح فقد كان يتواجد في المبنى الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي ما يزيد عن 100 شخص. ولا يزال عدد من أفراد عائلة الدحدوح في عداد المفقودين. ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته لليوم 19 على التوالي على قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة عمليات القصف إلى 6546 قتيلاً على الأقل، بينهم 2704 أطفال و 1584 امرأة و 364 مسناً، بالإضافة إلى أكثر من 17 ألف جريح.